جامعة الملك فيصل تنظم أعمال الملتقى العلمي الرابع الموهبة بين التعليم العام والتعليم العالي، التكامل والاستمرارية. هذا هو الخبر الرئيسي، ولدينا تفاصيل أكثر تتابعونها في ثنايا هذه الحلقة. معالي مدير الجامعة يدشن معرض الجامعة والمجتمع الثامن ويصفه بالعرس الأكاديمي. خلال لقاء معاليه المفتوح بموظفي وموظفات الجامعة، الدكتور العوهلي يؤكد على أن تكون بيئة العمل في الجامعة محفزة ومهنية ومنتجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من عدسة الجامعة، والتي نقدمها لكم عبر المركز الجامعي للاتصال والإعلام في ربوع مدينة العلم جامعة الملك فيصل في واحة الأحساء. خلال زيارته التفقدية المتواصلة، معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي يكشف عن عزم الجامعة تحويل كليتي العلوم وإدارة الأعمال إلى السنة التحضيرية بدءا من العام الدراسي القادم. مدير جامعة الملك فيصل يزور كلية الهندسة ويعقد اجتماعاً مع لجنتها الأكاديمية ضمن زيارات معاليه التفقدية لكليات الجامعة. استقبل سعادة مدير مركز أبحاث الثروة السمكية الدكتور أحمد بن سعود السقوفي بمقر مركز أبحاث الثروة السمكية وفدين من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ووزارة البيئة والمياه والزراعة. نظم النادي العلمي بقسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب ثلاثة دورات تدريبية في الإعلام بأقسام الطالبات. نتابع هذا التسجيل الصوتي للدكتورة سهام عبد الخالق الأستاذ المساعد بقسم الاتصال والإعلام. في البداية أحب أعرف نشأة النادي العلمي أو هدفه. هو عند نشأة النادي العلمي، اللي أنشأ النادي العلمي كان سعادة الدكتور سامي الجمعان رئيس قسم الاتصال والإعلام، وكان الهدف من إنشاء النادي كان واضح، هو رعاية الطالبة الموهوبة. رعاية الطالبة الموهوبة في كل مجالات الإعلام، في الإلقاء، في الكتابة الصحفية، في الإخراج، في التصميم، كل المجالات، في المونتاج. الرعاية بتكون من خلال تنمية وتعزيز الموهبة، وتحويل هذه الموهبة من مجرد موهبة لمهارة. من خلال إيه؟ من خلال التطبيق، ومن خلال الممارسة والتدريب. علشان كده من مهام النادي العلمي إقامة دورات تدريبية. بيهتم النادي بإقامة دورات تدريبية، وبصراحة أنا بشكر جداً المركز الجامعي للاتصال والإعلام إنه تعاون معنا في الفترة الأخيرة، وقمنا بمجموعة من أو سلسلة من الدورات التدريبية كانت في مجالات هامة في مجال الإعلام. فبالتعاون معاه عملنا ثلاث دورات تدريبية. الأولى كانت الكتابة الصحفية، وكانت قدمتها الأستاذة غادة البشر المطور الإعلام بمركز الجامعة للاتصال والإعلام وفن الإلقاء، وهي قامت بيها برضو الأستاذة غادة البشر. وقدمنا كمان دورة ثالثة اللي هي أساسيات المونتاج، وقدمتها الأستاذة حليمة الشناوي منسق بمركز الجامعي للاتصال والإعلام. الدورات بصراحة أول ما أعلننا عنها حازت على إقبال كبير جداً من الطالبات. مش عايز أقولك إنه هو اتقدم أكتر من 370 طالبة للالتحاق بالدورات. كان في إقبال، لأن هي كانت الموضوع أولاً شد الطالبات جداً، لأن هي من أساسيات الإعلام. تاني حاجة إنها كانت بتركز على الجانب العملي بشكل كبير، ودي كانت نقطة مهمة جدا بالنسبة للطالبات، وهي تعتبر زي برامج تكميلية لما بيقدم من مقررات في القسم. الدورات فعلا بعد ما خلصنا الدورات عملنا زي استبيان. كان طبعا الدورات كانت ناجحة جدا، الطالبات كان في يعني شكر كبير، واستفادوا استفادة كبيرة منها، ومطالبة شديدة باستمرار وتكرار هذه الدورات. وده فعلا اللي احنا بنتمناه، ان التعاون او الشراكه بيننا وبين المركز الجامعي فعلا يستمر، وده بيكون لمصلحه الطالبات وللكليه بصفه عامه. وعلى فكره عايزه اضيف ان اللي تقدم
للدورات دي مش بس من قسم الاتصال والإعلام، ولكن شمل طالبات من الكلية، يعني في بنات من كلية خارج القسم اتقدموا فعلا للدورات واستفادوا منها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود مجددا. السلام عليكم، اسمي سليمان، اشتغلت شغلة حاولت اتميز فيها عن غيري، اشتغلت في النجارة، حاولت اتخصص فيها، درست، تعلمت، لقيت ناس كثير يرفضون هذا المجال، ولكن تميزت عن غيري. ومن يقول الشغلة؟ مرحبا بكم من جديد لنتابع معكم أهم الأنشطة والفعاليات المصورة التي أقيمت في الجامعة ومجتمعها في الفترة الماضية، في ختام أعمال الملتقى العلمي الرابع للمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع في جامعة الملك فيصل، والذي أقيم تحت شعار الموهبة بين التعليم العام والتعليم العالي، التكامل والاستمرارية. أوصى المتحدثون بضرورة إقامة الملتقى العلمي بشكل دوري ليصبح مؤتمرا دوليا. بحمد الله تعالى، الجامعة سبقت عدد كبير من المؤسسات في الاهتمام بهذا الموضوع لأهميته، ولذا سارعت في إنشاء هذا المركز منذ عام 1430، وعملت عدد من الدراسات، وأيضا شاركت في إقامة عدد من الملتقيات، وهذا الملتقى الرابع، لتجسد الأهمية التي تراها، وممثلة أيضا وجود كلية التربية وعدد من البرامج الجامعية والماجستير. وبإذن الله تعالى قريبا جدا سينطلق برنامج الدكتوراه في الموهبة، كل هذا ليجسد هذا الأمر وهذا الاهتمام، وأيضا يعطي المساهمة المطلوبة من المؤسسات الجامعية لهذا المجال، خاصة مع تحقيق رؤية المملكة الطموحة وما تتطلبه من إنتاج إبداعي وأيضا تفكير استراتيجي وابتكاري يستطيع أن يتلمسه أفراد المجتمع جميعا. واهتمام الجامعة بالفئة الطلابية وما ينعكس عليه هذا الاهتمام، سواء بطلاب المرحلة الجامعية وأيضا طلاب المرحلة التعليم العام، مما يحقق التواصل والتكامل المطلوب. يأتي هذا الملتقى ليسلط الضوء على الاحتياجات وأيضا التوصيات التي يجب أن تكون إن شاء الله تعالى في كلا القطاعين، لكي تتم المسيرة بإذن الله على حسب ما ترتسمه متطلبات التنمية، وأيضا الاهتمام بهذا الجانب من الجانب التفكيري وأيضا التربية للموهوبين. وصف معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي معرض الجامعة والمجتمع في نسخته الثامنة، والذي أقيم تحت شعار معرض الجامعة والمجتمع مع أن نرسم مستقبل أجيالنا بالعرس الأكاديمي. تفاصيل أوفى تتابعونها في التقرير التالي. دشن معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي النسخة الثامنة من معرض الجامعة والمجتمع معا نرسم مستقبل أجيالنا، وذلك في احتفالية حاشدة ببهو عمادة شؤون الطلاب بالمدينة الجامعية. وقد تجول معاليه في أرجاء المعرض الذي احتوى على المشاركات المتميزة لشركاء الجامعة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية. سعيد الحقيقة بمشاركتي باطلاع على هذا المعرض الجميل والمفيد والمهم أيضا. وجود العدد أكثر من 64 مشاركة في هذا المعرض يعطي الحمد لله مستوى اللحمة بين الجامعة والمجتمع، وأيضا يوفر منصة مهمة جدا لطلاب الجامعة، كذلك أيضا الطلاب في الثانويات، للتعرف على جميع ما يهمهم، سواء كان من تخصصات أو أيضا من معارف أو مستقبلا إن شاء الله تعالى من مهن سوف يتخصصون بها. وعبر معالي مدير الجامعة عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذه الفعالية المتجددة، ووصف معالي هذه الفعالية بالعرس الأكاديمي
الذي يتعرف الطلاب والطالبات من خلاله على هذه الأمور، وهي فرصة سانحة لتقريب كثير من الفجوات قد تكون موجودة بين عمادات وإدارات وخدمات الجامعة، مما يحقق مبدأ الأسرة الواحدة التي يتكاتف منسوبوها ويتكاملون في جميع ما يحتاجونه على الدوام، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، مما يمثل التغذية الراجعة التي تعين الجامعة على تلمس احتياجات منسوبيها جميعاً وخاصة الطلاب والطالبات. هذا أعتبره عرس أكاديمي يتعرف فيها الطلاب والطالبات على هذه الأمور، وبنفس الوقت أيضا تقرب كثير من الفجوات التي قد تكون موجودة بين عمادات وإدارات وخدمات الجامعة، مما يجعل ويحقق إن شاء الله تعالى أن الجامعة هي أسرة واحدة يتكاتف منسوبيها أيضا ويتكاملون في جميع ما يحتاجونه. استعرض معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي خلال لقائه بموظفي وموظفات الجامعة تاريخ الجامعة العريق بإنجازاته العلمية والبحثية على الصعيد المحلي والدولي. خلال لقاء معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي بموظفي وموظفات الجامعة، استعرض معاليه تاريخ الجامعة العريق بإنجازاته العلمية والبحثية على الصعيد المحلي والدولي، والذي توج مؤخراً بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم، موجهاً شكره وتقديره لقيادة البلاد الرشيدة على سخائها غير المحدود واهتمامها البالغ بمؤسسات التعليم التي تندرج جامعة الملك فيصل في منظومتها المتألقة، والتي توجت كذلك بالتدشين الملكي الكريم للمدينة الجامعية التي جسدت المعنى الحقيقي لمدينة العلم في واحة الأحساء. بحمد الله تعالى وبمسيرة تناهز 40 عاماً من العطاء، تشرفت العام الماضي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله بأكبر توسعة لإنجازات الجامعة، إنجازات بنى تحتية، كليات وعمادات، معامل ومباني صفية تمثل بحمد الله تعالى نقلة نوعية في تاريخ الجامعة منذ إنشائها، وبتحقيق مشاريع ناهزت 580 مليار ريال، جميعها تحققت بحمد الله تعالى، وبقي ما يقارب أقل من 20% لتكتمل جميع تطوير المدينة الجامعية. فشكرا يا خادم الحرمين الشريفين على هذه الرعاية وهذا الدعم وهذا التشريف الذي حقق للمملكة العربية السعودية وللتعليم العالي ولمدينة الإحساء ولجامعة الملك فيصل هذه النقلة النوعية، أقول الحضارية، لاكتمال المدينة الجامعية وتجهيزاتها. وعبر معاليه خلال لقائه المفتوح مع موظفي وموظفات الجامعة عن تطلعه أن تكون بيئة العمل بالجامعة محفزة وجادة ومنضبطة ومنتجة، كاشفاً النقاب عن وضع خطة عمل لكل عنصر من هذه العناصر وآليات لتحقيقها وقياسها. بيئة العمل سنعمل بإذن الله تعالى، وبدأنا أن تكون بيئة العمل محفزة ومنتجة
جادة، منضبطة، ممتعة، وأيضا مهنية. هذه قضايا أساسية في نظري لتكون بيئة معينة لنا جميعا على تأدية العمل. توفير الأجواء المناسبة لتأدية العمل، راحة الموظف، المهنية في الأداء، تطوير الأنظمة. أرى أن تطوير الأنظمة التي هي من صلاحيات الجامعة أمرا يجب أن يكون دائما متجدد. القواعد التنفيذية التي تمنح الجامعة تطوير هذه القواعد التنفيذية بما لا يتعارض مع أنظمة الخدمة المدنية أو أنظمة التعليم العالي القائمة في المملكة من أهم الأشياء التي يجب أن نسعى إليها. بعد ذلك استمع معاليه باهتمام بالغ إلى استفسارات ومداخلات وآراء الموظفين والموظفات، والتي تجاوب معاليه معها بكل حرص وشفافية، واعداً بتذليل الصعوبات والتوجيه الفوري بحل جميع المشكلات بلا استثناء، مؤكداً أن المستقبل بمشيئة الله مبهج وزاهر ومثمر، لافتاً إلى أن إنشاء صندوق الوقف والاستثمارات سيسهم بلا ريب في تحقيق كثير من تطلعات منسوب الجامعة على كافة الأصعدة. نظمت كلية العلوم الزراعية والأغذية حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الكلية، وقد شرف حفل التكريم معالي مدير جامعة الملك فيصل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير الخاص. تكريم نخبة من متقاعدي كلية العلوم الزراعية والأغذية من قبل مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العهلي له اعتراف صريح لمكانة هذه الكلية الشامخة، قامات متميزة في المجال العلمي والبحثي والإنساني، بذلوا عصارة جهدهم وتجاربهم الثرية استقت منها الأجيال المتعاقبة من طلبة الجامعة الكثير من العلوم والمعارف. ويجيء تشديد معالي مدير الجامعة على ديمومة أهميتهم للجامعة كاستشاريين في مجالات تخصصاتهم النادرة، والاستعانة بهم في البحوث العلمية والمؤتمرات الإقليمية والدولية. إنما هي نظرة ثاقبة من معالي مدير الجامعة اعترافاً بأفضالهم العلمية والاستفادة من تجاربهم البحثية. أسعد وأتشرف بالوقوف معهم والاستماع لحديثهم والحرص على الاستفادة من تجاربهم وعطائهم، ويسعدني أن أكرر ما ذكره أخي وزميلي الدكتور محمد للتاريخ الكبير الذي، وما أيضا ذكره الدكتور سعد الأستاذ الدكتور عبد الله لاستحضار هذا التاريخ العميق المجيد لهذه الكلية، حيث أنها أول كلية أنشئت في المملكة العربية السعودية في تخصص العلوم الزراعية، وأول كلية في الجامعة. لذا هؤلاء الرجال لا يمثلون فقط أنهم أساتذة وموظفون حل عليهم ما يحل على غيرهم وما سيحل علينا، وإنما هم قامات وبنات لهذه الكلية ولهذه الجامعة. ويشهد لهم الدور البارز في تأسيس البنى التحتية والبحث العلمي لكلية العلوم الزراعية والأغذية، هذه الكلية العريقة التي تميزت بنتاجها العلمي وخدمة المجتمع. لقد مرت الأيام والسنين لتلك العقود التي عشناها في هذه الجامعة كلمح البصر، وكأنها ساعات أو سويعات، وكأننا بالأمس القريب، وها هي الكلية والجامعة تتبوأ مكانتها ضمن الجامعات السعودية تطوراً وتقدماً، لنجدها قد تزينت بحلة جديدة
بحلة جديدة وبهية، وارتدت ثوبا جميلا يتمثل في مبانيها ومختبراتها ومرافقها ومشاركتها في المناسبات والمحافل العلمية. قائمة من كبار العلماء والباحثين أمثال الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى القصيبي والأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العبد السلام، والقائمة تمتد وتطول في تكريم هؤلاء العلماء، وبالمقابل سيظل هذا التكريم محفورا في ذاكرتهم وذاكرة الكلية على امتداد تاريخ جامعة الملك فيصل، وإنها للفتة بارعة من معالي مدير الجامعة، ولا يعرف الفضل إلا كريم مفضال. تزخر محافظة الأحساء بالعديد من الصروح والمعالم الثقافية والتاريخية التي تعبر عن حضارتها وعراقتها، ومسجد الشيوخ معلم بارز من هذه المعالم. وسط حي الكوت وفي مواجهة إمارة الأحساء يقع صرح إسلامي شامخ، مئذنة هي الأطول بين المآذن التي تحكي عظمة التاريخ الإسلامي العريق. إنها مئذنة جامع الشيوخ، والذي كان إنشاؤه في العام 1058 للهجرة، وجاءت تسميته بجامع الشيوخ لأن الأمراء والولاة يصلون فيه، وكان الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد الملا أول ناظر على المسجد وأوقافه، ثم ذريته من بعده، ولا يمر وقت طويل حتى تلحق بالمسجد مدرسة لتحفيظ القرآن تحمل نفس الطابع الإسلامي والزخارف العربية التي تنبض بالأصالة والفن والجمال. وقد اكتسب هذا الجامع أهمية خاصة بقربه من إمارة الأحساء، حيث يصلي فيه أمراء الأحساء على تعاقبهم، ولا تزال مئذنة مسجد الشيوخ تنادي المصلين أن حي على الصلاة بشموخ يتحدى الزمن وصمود عظيم في سجل التاريخ. نختتم بهذا الخبر الرياضي، حيث توج معالي مدير جامعة الملك فيصل منتخب كلية التربية بكأس بطولة دوري الكليات لكرة القدم بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب كلية الآداب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وذلك في ملعب الجامعة الجديد. مباراة كاملة، مباراة أحمد الجميع يريد أن يجمع لم الفريق البرتقالي. الجميع يتقدم وهوبا، والجميع قريب، والكرة خطيرة، ما في حد أحسن من حد. الشقاق اللاعب البديل المهاجم ويتمعن، ينظر، يتقدم، يصوب، الله الله الله، هي وهل تأتي، والكرة طائشة. غريبة الكرة الماضية، غريبة الكرة الماضية. تحدث عن علي والمواجد، يترقب المواجد، ونظرات والقلوب والنبضات، ولدينا علي يتقدم، والكرة خطيرة بكل برودة وبكل. المواجد أمام علي، والآن الكرة، الله، الحارس ما يعرف إلا الحارس الحديد. خالد الفرج، هوبا، جول أمام أحد اللاعبين من كلية الآداب، ولدينا الآن كرة خطيرة، والجول يأتي بالفعل. لدينا الكرة والتقدم يأتي، والأبعاد، الله، فرحة لأنصار البرتقالي. والرويشد يتأنى، الرويشد يتقدم، علي قريب، علي يتصدى، الله، علي يتصدى، علي يجعل الأزرق عاليا. ألف 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 مبروك المباراة، ولكن يحصدها أنصار الفريق الأزرق. الآن الفائز ببطولة الجامعة
ألف 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 مبروك لفريق كلية التربية حصوله على المركز الأول ببطولة راعي الحفل. الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي راعي هذه المباراة. معالي مدير جامعة الملك فيصل معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، نرحب فيك أول شيء معالي المدير. سهلا. سعيد أبنائك الطلاب اليوم بحضورك لتتويج الفريق الفائز بهذه البطولة، كلمة بمناسبة هذه الليلة. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء سعيد، ويشاركي مشاركة الأبناء في هذه الأمسية بمباراة الختامية بين فريق كلية الآداب وكلية التربية. والحقيقة شدني الحضور الكبير والحماس الشديد، وأيضا طبيعة اللعب التي تعكس ما شاء الله مستوى احترافي في طلاب الجامعة، وأيضا التنافس الشريف الذي لمسته، وتفاعل الجمهور وأعضاء التدريس والمسؤولين الإداريين وغيرهم، مما يولد أن هناك بالفعل حراك رياضي جميل في الجامعة وأيضا الكليات المتنافسة. وهذه الحمد لله ميزة نبدنا تستمر عليها الجامعة إن شاء الله تعالى، وأيضا تتمازج العقول وأيضا مع الأجساد الرياضية التي تحقق إن شاء الله تعالى الشخصية المتوازنة لدى طلاب جامعة الملك فيصل. إلى هنا مشاهدي الأعزاء نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من عدسة الجامعة. في الأسبوع القادم حلقة جديدة من البرنامج، وندعوكم إلى زيارة موقع الجامعة على الإنترنت وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على حسن المتابعة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أحداث وفعاليات. نلقاكم بإذن الله، حياكم الله.